لو سألتك عن أغرب الأجرام الكونية اللي عندها القدرة الكاملة على تحطيم قوانين الفيزياء الحاكمة للكون بكل ما يحويه، حيكون ردك وبشكل قاطع إنها الثقوب السوداء أو البلاك هولز. وفي الواقع يا صديقي إن الكلام ده كان صحيح لحد من ساعات قليلة، باكتشاف أول دليل على وجود الثقوب البيضاء في الحقيقة للمرة الأولى في التاريخ. والأغرب من كل ده إنه بيثبت بالفعل نظريات أينشتاين من حوالي 100 سنة كاملة. فلو كانت الثقوب السوداء هي حفرة الدخول للمادة للمجهول التام، فيا ترى هل من الممكن وجود حفرة لخروج كل ده في مكان مختلف تماما في الكون؟ طيب هل بالفعل وزي ما بيعتقد العلماء في الاكتشاف الجديد ان الثقوب البيضاء مخلوقة بالكامل من المادة المضادة؟ والاهم والاغرب من كل ده، يا ترى ايه اللي حيحصل لو تقابل الثقب الاسود مع الثقب الابيض في اعماق الفضاء؟ انا عايز اقولك اننا بالفعل وصلنا لإجابة للأسئلة دي كلها بالاكتشاف الجديد، واللي حيخليك تدرك فعلا ان الثقوب السوداء لا تمثل حتى 1% من غرابة الثقوب البيضاء او الوايت هولز. فجهز مشروبك المفضل ويلا بينا ننطلق في رحلتنا للثقب الابيض، لكن ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا بينا. الثقوب البيضاء هي المعاكس للثقوب السوداء، وتعتبر من اهم الموضوعات الفلكية اللي ما زالت محيرة للعلماء على مستوى العالم بالرغم من التقدم العلمي اللي وصلت له الحضارة البشرية حتى هذه اللحظة. لكن فعلا فكر معايا كده يا صديقي، هو مش المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكنها تتحول من صورة لأخرى؟ طيب لما الثقوب السوداء بتبتلع النجوم والكواكب مهما بلغ حجمها وكتلتها من مليارات الأطنان، يا ترى المادة دي كلها بتروح لفين؟ لأن مستحيل وطبقا للمعادلات الفيزيائية اللي بتنهار تماما بمجرد عبور المادة دي لمنطقة أفق الحدث إنها تكون بتتراكم في الثقب الأسود من الداخل، لأن في الحالة دي هيتملى الثقب الأسود تماما ويبدأ يفيض بالمادة للفضاء حواليه مهما بلغت جاذبيته العملاقة. طيب هل ده بيحصل فعلا؟ أكيد لا. وهنا بقى بدأ العلماء وأولهم ألبرت أينشتاين في افتراض وجود جسم معاكس في الاتجاه والشحنة للثقب الأسود، بل هو موجود في الناحية التانية من أعمق نقطة جواه باسمها العلمي نقطة التفرد أو السينجولاريتي، وتم الاتفاق على تسميته علميا بالثقب الأبيض أو الوايت هول. فالثقب الأبيض هو تعبير علمي مجازي، لأن لو وقفت قريب من الثقب الأبيض في أعماق الفضاء مستحيل تشوفه باللون الأبيض، بل بترجع التسمية لكون الثقب المضاد للثقب الأسود في كل مواصفاته الفيزيائية. فوقت الوصول لمنطقة اللا عودة حوالين الثقب الأسود واللي بتسمى علميا بمنطقة أفق الحدث أو الإيفنت هورايزن، ودي المنطقة اللي بمجرد ما توصل لها أي مادة من 5% المكونة للكون بكل ما يحويه حتى الضوء حرفيا، مش هترجع من جديد لمكانها الأول. التشبيه بالظبط كأنك وصلت لحافة شلال، فمهما جدفت بأقصى قوة خلاص انت كده واقع جوه الشلال. وعشان كده لنفترض ان عندنا كوكب خلاص وصل بالفعل لمصيره المحتوم ودخل لنقطة التفرد أو السينجولاريتي، هل تعتقد انه هيضيع بداخل الثقب الأسود وهيختفي جواه إلى الأبد؟ ولا هيطلع من الناحية التانية على شكل مادة مختلفة تماما عن الكوكب اللي دخل للثقب الأسود؟ وهنا صرح العلماء بأغرب كلام ممكن تسمعه في حياتك يا صديقي. فالاكتشاف بدأ من سنة 2006 برصد انبعاث قوي من أشعة جاما في أعماق الفضاء، لكن الانبعاث ده كان غريب جدا لأنه سجل أطول مدة في التاريخ واستمر لحوالي 102 ثانية، ودي تعتبر مدة أطول من أقوى سوبر نوفا تم رصدها على مر التاريخ. لكن الأغرب واللي قالب الدنيا تماما بالاكتشاف ده هو إن المكان ده ما فيهوش ولا أي نجمة، يعني حرفيا وكأن المادة المنطلقة من الانبعاث ملهاش أي مصدر إطلاقا. وهنا بقى بدأ العلماء في التساؤل بإن يا ترى لو مفيش ولا نجم، منين بقى انطلقت الأشعة والمادة دي كلها من المكان ده تحديدا في الفضاء؟ بل وتم الإعلان رسميا ولأول مرة عن إن المادة دي كلها انطلقت من ثقب أبيض خلق على نسيج الزمكان بشكل مفاجئ، وبمجرد انتهاء المادة من الخروج من الثقب الأبيض حدث خلل أدى لانهيار الثقب الأبيض على نفسه وظهور القدر العملاق ده من أشعة جاما فائقة التردد. وبالفعل تم اعتماد الحدث من وقتها وحتى هذه اللحظة على إنه الاكتشاف الأول الرسمي للثقوب البيضاء في أعماق الفضاء. لكن الغريب إن الظاهرة دي فتحت المجال لأكتر من تساؤل من وقتها، زي مثلا إيه
اللي هيحصل لو اقترب اي جسم من الثقب الابيض؟ هل بالفعل ونتيجة للكتلة العملاقة للثقب الابيض على نسيج الزمكان هيمتلك جاذبية عملاقة زي الثقب الاسود ولا لا؟ طيب يا سيدي، لنفترض ان ناسا قررت اختيارك انت شخصيا يا صديقي وارسالك لقيادة سفينة فضائية فائقة القوة مصنوعة من اقوى المعادن والمحركات اللي وصلت لها التكنولوجيا حتى هذه اللحظة. فيا ترى ايه اللي هيحصل لو قربت بالفعل من الثقب الابيض؟ يلا نشوف. اولا، بمجرد ما تشوف الثقب الابيض فانت هتلاحظ نقطة من الفضاء بتنطلق منها كميات عملاقة من المادة والطاقة بشكل غير مبرر اطلاقا، لان المشهد حرفيا هيكون وكأن المادة والطاقة بتخرج من وسط العدم. وعشان كده قررت انك تكمل طريقك في اتجاه المنطقة دي تحديدا او الثقب الابيض، عشان تتفاجئ بان الجاذبية في المكان ده غير الجاذبية العادية، لان جاذبية الثقب الابيض بدأت في دفعك للخارج بريبالسيف فورس بدل جذبك للداخل في اتجاهه. لكن كالعادة، وبما ان طبعك زي طبع البشر مليان بالفضول وحب العلم، قررت انك تقرب اكتر واكتر من الثقب الابيض. يا ترى يا صديقي ايه اللي هتشوفه وقتها؟ اهو هنا بقى اختلف العلماء تماما، بان اللي هتشوفه وقتها هو معاكس للثقب الاسود بنسبة 100%. فالثقب الابيض بيمتلك منطقة افق حدث زي الثقب الاسود، لكن على عكس الثقب الاسود اللي بمجرد عبورها بيكون الداخل مفقود والخارج غير موجود. فالمنطقة دي في الثقب الابيض بيكون من المستحيل عبورها باي شكل كان، لان الجاذبية هنا بتمنع حتى الضوء من الدخول ليها، لانها بتطرد اي مادة تعبرها بقوة رهيبة ملهاش اي مثيل. وده لان افق الحدث الخاص بالثقب الابيض هو جزء من الماضي. لا استنى، ايه اللي دخل الزمن دلوقتي بقى؟ هقول لك حالا يا صديقي. فعلى عكس الثقب الاسود اللي بمجرد ما تقرب منه انت شخصيا بيبدأ الزمن في التباطؤ عليك نسبيا، مع العلم انه بيمر على كل ما هو بعيد عنك عادي جدا، يعني كأنك بتسافر للمستقبل، وده لحد ما يتوقف تماما بوصولك لنقطة التفرد او السنجيولاريتي. فالثقب الابيض بداية من نقطة التفرد اللي جواه لحد منطقة افق الحدث الخاصة بيه، بيبدأ الزمن من خلاله يتصارع من جديد لحد ما يوصل للسريان الطبيعي للزمن بمجرد عبور منطقة افق الحدث البيضاء. وبالتالي فأي منطقة موجودة بداخل منطقة افق الحدث للثقب الابيض بيتم اعتبارها جزء من الماضي، بل ومستحيل الوصول ليها بأي شكل من الاشكال. وده لان طبقا لقوانين الفيزياء فالمادة حرفيا كلها بداخل الثقب الابيض بتمتلك طاقة لا نهائية. طيب فاكر معايا الكوكب اللي دخل للثقب الاسود في اول رحلتنا النهاردة؟ اهو في الواقع ان سقوط الكوكب جوه الثقب الاسود من وجهة نظرنا احنا هيستغرق زمن لا نهائي، مع ان لو افترضنا وجود انسان واحد بس على نفس الكوكب ده اثناء دخوله للثقب الاسود، فحرفيا هو هيسقط جواه بشكل لحظي وبدون مرور ولا ثانية واحدة، لان الزمن هيتوقف تماما بالنسبة له. لكن بمجرد وصوله لمنطقة افق الحدث او الايفنت هورايزن الوضع هيتغير تماما، لان عشان يتواجد الثقب الابيض على الجنب الثاني لازم يتواجد ممر كنقطة اتصال بين نقطة الدخول ونقطة الخروج، او الثقب الاسود والثقب الابيض، واللي بيسمى علميا بالثقب الدودي او الورم هول. وهنا بقى نوصل لاكتر لحظة ممتعة، لحظة خروج الكوكب، او تقدر تقول المادة المكونة ليه بشكل غير مفهوم ومعروف لينا حتى هذه اللحظة من اعماق الثقب الابيض. لان بمجرد عبور نقطة التفرد اللي نصها في الثقب الاسود ونصها في الثقب الابيض هيبدأ الزمن في التصارع من جديد بعد ما كان متوقف تماما، وده لحد ما يوصل لقيمه العادية بمجرد عبور منطقة افق الحدث وخروجه تماما من الثقب الابيض. وبالشكل ده، وبما ان في مراكز كل المجرات تقريبا في الكون ثقوب سوداء عملاقة بتحكم حركتها بالكامل، فطبقا للفرضية الجديدة فالثقوب السوداء العملاقة موجودة بالفعل وبتؤدي لأماكن مختلفة في شتى أنحاء الكون، أو زي ما اقترح بعض العلماء إنها بوابات لنقل المادة ما بين عالمنا أو الكون اللي بنعيش جواه وما بين العوالم والأكوان الموازية لينا، واللي بتحكمها نفس القوانين الفيزيائية اللي بتحكم عالمنا بالكامل. لكن يا ترى الثقب الأبيض بيتكون إزاي؟
ازاي؟ فعلى عكس الثقوب السوداء اللي بتنشأ من انهيار النجوم العملاقة على نفسها وتكون قوة جاذبية عملاقة حواليها في نسيج الزمكان، إلا إن حتى هذه اللحظة ما زال تكون الثقب الأبيض نفسه بيحتاج لانفجار جاذبوي عملاق، وهو الشيء اللي ملهوش أي معنى أو تفسير علمي إطلاقا حتى هذه اللحظة. وبالتالي يظل اكتشاف الثقب الأبيض سنة 2006 واللي تم تأكيده من أيام قليلة هو الدليل الوحيد لوجود الثقوب البيضاء في الحقيقة، واللي بتحل معادلات ألبرت أينشتاين. ويبقى السؤال الأزلي قائم، يا ترى إيه اللي موجود على الجانب الآخر من الثقوب السوداء؟ هل هي بالفعل عوالم مشابهة لعالمنا أم أكوان غريبة لا تخطر على قلب بشر؟ وكالعادة مستني أعرف رأيكم في الكومنتات.